the whole world should support Sisi. I believe that when the new Egyptian. لا تجعل أرض سيناء قاعدة لشن هجمات ضد المصريين وضد جيرانها. هم أدركوا. رقم اثنين، احنا بنأكد ان احنا لا نسمح بان أرضنا تشكل قاعدة لتهديد جيرانها أو منطقة خلفية لهجمات ضد إسرائيل. ده النقطة الثانية. كان هناك الحديث عن المسألة الفلسطينية الإسرائيلية، وقمت سيادتكم بأخذ خطوة إلى الأمام حيث أعلنتم أن مصر مستعدة للإعطاء والمساعدة في ضمان أمن إسرائيل وإعطاء الأمن الفلسطينيين. الأفكار اللي احنا بنطرحها أو الكلام اللي أنا قلته عن ضمانة بشكل أو آخر هي عبارة عن فكرة، يكفي السياق إن احنا محتاجين نطرح أفكار نقول بيها للإسرائيليين. وأنا كنت قبل كده وجهت نداء للشعب الإسرائيلي وأقول له إن السلام وكمان جهد كبير في مسألة في منتهى الأهمية هتبقى ليها تأثير رائع لو تحقق. وأنا كنت لسه، واسمحوا لي ان اذكر دي، كان من 40 سنه السلام بين مصر وبين اسرائيل امر ما حدش مقدر انه ممكن يتحقق بشكل جيد. النهارده بعد ما اتحقق السلام بين مصر واسرائيل بقى في واقع جديد هايل وعظيم. دوله مستقله كامله السياده وعاصمتها القدس الشرقيه. السلام اكثر دفئا لو قدرنا نحل المساله بتاعت اشقائنا في الدنيا.